بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، نحن مجموعة من الشباب نجتمع في استراحة لنا من قبيل المغرب حتى بعد صلاة العشاء ونصلي في الاستراحة، لا نذهب إلى المسجد. لا لا نذهب إلى المسجد، ليس بقريب وليس ببعيد الحقيقة المسجد، فهل صلاتنا تصح اجتماعنا هذا ونحن قد عشرة نزيد أو ننقص؟ نعم، الصلاة صحيحة، لكن نقول هل هي جائزة أو لا؟ هي جائزة. نعم، بعض العلماء يقول إذا كان المسجد قريبا بحيث يدركونه على أقدامهم مهم السيارات يجب عليهم أن يصلوا في المسجد، وأما إذا كانوا لا يدركونه بأقدامهم فإنهم يصلون في مكانهم.